السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. أخوكم أبو رياض. طبعا عندنا هنا دنيالي 2009، جانا صاحبه يقول يشتكي أنه كل أسبوع البطارية تستهلك، وغير مرتين بطارية ونفس المشكلة. والمشكلة يقول عنده أنه لوحة المفاتيح حق التكييف الخلفي أنها دائما تكون شغالة، حتى السيارة لو تكون طافية تكون شغالة حتى لو سير طافية. طبعا أنا والله العظيم مالي في الكهرباء، ولكن حبيت أنه أنا أتبع الأسلاك اللي خلف الـ المفاتيح، ولاحظت أنه في أسلاك مكشوفة يعني من الوكالة. طبعا هذا مو التماس، ولكن أسلاك من الوكالة. شوف عندنا هنا لصقات أو تيب أزرق، هذا التيب الأزرق كلها يغطي على الأسلاك المكشوفة اللي زي كذا. يعني هذا الآن سلك، ولما اتبعنا ولقينا طبعا فكينا التكاية الوسطية اللي زي هذه، وهذا دنيالي في تكاية وسطية، والتكاية الوسطية لازم نفك المقاعد عشان نوصل للمسامير، وعشان نوصل للأسلاك هذه فكينا التكاية ولقينا انه حوالي 4 أسلاك من هذه الأشكال، يعني عليها ضفيرة زي كذا التيب، وانفصلت وصارت تلمس في بعضها، صارت تلمس في بعضها. فالآن هذا واحد، وهذا الجهاز الرئيسي اللي فيه حق تحكم الشاشة، التكييف الخلفي، وحتى ظهر الله أعلم حق الإرباقات أو حق برد السقف، ما أدري والله عاد. لكن هذا الجهاز لقيني فيه، شوفوا هذا واحد سلك مكشوف مفكوك، هذا الثاني كمان سلك مكشوف، وهذا هنا الثالث، وهذا برضو السلك الأزرق كمان برضو مغطى على سلك المكشوف. كمان عندنا برضه هنا هذا السلك الرابع برضه مكشوف، اللي جاي من الجهاز التحكم اللي هنا. طبعا في شهادة يركب هنا وطالع منه سلك كمان مكشوف، وهذا الراديو، هذا حق الراديو يشتغل. شوف برضه في سلك مكشوف، وصراحة ضفيرة ملعوب فيها مع أنها وكالة، ولكن أنا للأسف يعني ما أفهم أو لا بعرف أنا إيش معنى من الشركة المصنعة تحط لك أسلاك بهذا الشكل وتغطي عليها بأسلاك أو تغطي عليها بتيب، ولكن أساسا هو مكشوف. يعني ها شوف من الأول للآخر مكشوف، وعشان كذا مع الفك والتركيب انفكت اللصقات اللي عليها وسويت التماس. طبعا الآن عندنا هذه هنا اثنين مفصولة بالكامل. راح الآن ألغيها، ولا أدري هي أرضي أم موجب، لكن ما أعتقد موجب لأن شبكناها مع بعض ما كان في أي مشكلة. والآن عندنا السيارة كاملة مكملة، شغالة الأدوات والتنظيم، لكن ما أدري إيش المشكلة. شوف في التماس، شوف لما نحرك في التماس، اسمع الراديو الآن، شوف يشتغل الراديو أو يفصل، شوفوا. وهذه مشكلة الضفيرة، راح الآن إن شاء الله نتبع الضفيرة وراح نلصقها ونعمل لها عازل بإذن الله، نشوف بعدها كيف تشتغل. الآن بعد ما لقينا الأسلاك المكشوفة غطيناها، شيكنا على الضفيرة، قفلناها، رتبناها، لا راح نطبق إن شاء الله الديكور الوسطي أو التكاية الوسطية. لا نركب القاعدة، لا نركب التكاية، نطبق. طبعا خلصنا من التركيب، والآن اختبرناها، طفينا السيارة والحمد لله اللمبات ما عاد تشتغل، أو ما عاد لأن أول كان يخسر بطارية كل مرة بسبب التماس الكهربائي اللي في داخل المنظومة الإلكترونية حق المكيف الخلفي، فتكون اللمبة شغالة فتصرف أو تستهلك البطارية، فلو فترة يعني. فسبحان الله، الله وفقنا ولقينا بعض الأسلاك مشتبكة في بعضها أو ملتمسة، سويناها، والآن ما شاء الله تبارك الله. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.